ياو، السلام عليكم السكواد، معكم محمد وفيديو جديد. كنتمنى تبطلطق معك لايك واشتراك واللي تسقاو. واليوم غادي ندير واحد الفكره قديمه بكل اعتراف طبعا، فهمت؟ واللي هي غادي نلعبوا بلون واحد نهار كامل. واليوم غادي نلعبوا باللون الاخضر. صاو لبست هاد السكين هدايا، انا عارفه سكين ما نقولي، فهمت؟ ما ولكن هذا اللي عندي خضر، فهمتي كيفاش؟ والاسلحه حتى هما درتهم خضر، ولكن قليل اللي عندي في ذاك اللون. والسلاح اللي ما عندي شي خضر كنديرو بلا سكين. ما عدا البيطار تبارك الله عندي خضر، فهمتي؟ اللي ما كنلعبش بيه اصلا. ويلا بينا، ليتس جو. اويلي اويلي انا مكلا خويلي، اويلي انا مطرنا ناويلي، نسيت ما انستاليتش السكيه. يلا شو الذكاء تبارك الله، حتى الميداله. لكن يلا عادي عادي، فهمت؟ دابا المشكله هي السكينات ديال الاسلحه. حطيت هذاك اللغم تما زعما، فهمتي؟ تحسبا. شوف شو الاسلحه مصديين، شوف وليت عامل تحدي ماشي فكره، هذا راه تحدي، هذا تلعب بلا سكينه ديال الاسلحه. اوكي جبات هاد الانفور بعد الحمد لله، بوحدو اللي عندي فيه اللون الخضر. واش واحد كاس كيضرب هنايا؟ شفرا الشفرا حلاه زيد، ونكراتو في حياتو اصاحبي ديك اللي شفرات الكيلات. هاو لا اخرج يا صاحبي، شوف واه 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 الكاسك شنو نعمل ليه ليلو؟ انا راه على الزرق عندي كنت غنموت. واحد وراي لا لا لا، وناري والطرق احسن سلاح. سالينا علاوي حبيبي، شو الدرون؟ شو الدرون في الميجا قدامي؟ شوف سالينا الطراغون احسن شوتغان في اللعبه بدون نقاش. واحد عاود هباط، صوني سير في حالك هباط. يالا سرت ناس مسخوط، هذا متيق راسو الا نازل ما جي عندي. سمع الداكه، فهمت؟ اي صبر، ودابا انت اش دخلك اصاحبي؟ وخليونا عاد لوتيو على خاطرنا والو. حاطين هاد اللغم هنايا، فهمتي؟ غنطورو الانفور ندوزو مربعة. ايا شي واحد نوكا بالله تفنش انت حندير وانت تديرش هذا. اش كدير هباط انت؟ سير سير سير. داك اللغم اللي حطيته لتحت في البوشينوك، وعلى زهار وعلى منحوس داك خون اللي طاح فيه. داك اللغم اللي حطيته لتحت واقيلا هو اللي طرطق. دابا المشكله حطيت لغم واحد وطاح وتفنش، كيفاش؟ الله اعلم. سكار ليفل 3 للاسف ما نقدرش نهزك، حيت دابا عندي انفور بالدماج، فهمتي؟ زعما بالسكين، ولكن السكار عامل بلا سكين. صاو اذا انفور احسن، لا مجال للمقارنه. راه شي واحد رافه كيفايتيو طبيعه الحال نغدره. اجل ريح ريح ريح، الله ما تهرب هباط واخا صفر. اولو اصاحبي داك الراس ميرس عندك ما كيجيش فيه يد والو. شو الاخر؟ لا شافني تبني هذا الحظ سيء. اوالو داب ها هو هباط. يلا سرت ناس، الله غير سرت ناس. عاد كيف فكر يضرب؟ شنو سميتو؟ شوف شوف صبر تلللتر، شنو هاديك؟ وات از ذيس خويا؟ سيرفر الشرق الاوسط هذا، الاسماء كيجيبوهم من ديب ويب. صبر نتعاود هباط فول هيد. سرت ناس ديمتري. وعلى لعب وعلى لعب دك الله واتفو، الله ما نفكك والله غير اجي. دير لي لعبه صاحبي كيفايتي. يلا داب خونا. ايا هبط واخا ماشي هو اللي قتلته قبيله، لكن يلا عادي اصبر راه باقي دورانا. دابا شوف شوف وها اللي قتلته قبيله وتريفايف. واه اصبر واه ولا هذا لعب سوار خلق نابل لاعبين بطوله قولوها. دابا نكون داخل على ثاني شي بطوله بالغلط. راهو راه عام شرف، باغي نزيد وخايف من هذا اللي مورايا غدرني. حتى شاد غدر هذا راك تروح خرج انت. كيفاش صاد تما؟ الله يهديك اصاحبي. هلا شوف شو الحسره، شوف عمار الدم الله يعطينا وجهك. الحسره ديال الكلاب زون، وهذا مشبع عليا زون، والاخر ورايا. هاو هاو خارج. لا صاحبي دابا دابا انا على من غادي نضرب. اصبر شو هذا واش بالك اللي نشري هذا؟ لا 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 ولا 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 اصاحبي هكا ما اتفقناش. كلاوات شو كلاوات؟ شو 117 اللي عمر دم الله تنبوش.
لا لا ما بغاش تحط الجال ليش لاين الخدعة الخدعة باطي إذا صرت ناس قهرت شيني الله يقهرك الله يعطينا وجهك ما يخليك تخرج من الزون ما يخليك تدير والو سير وليدي علقنا الزون سير أحا أي لل واموت صانيا سير اتهنى صاحبي وهنا جا دورك نتايا بما ان الدم ديالي 5 الا كنتي كتشوفني غادي نبقى حي دير لايك و الا كنتي كتشوفني غادي نموت دير سبسكرايب دايما ضروري غدروني واتمني في الدم ايا اصبر صبر واعك يجيوك ربعه صاحبي هبطا صاحبي انت ما كتموتش ما عنديش تاير ديال الشوتغان هبط سير تنعس سكواد سكواد الزون العذاب انا مريضه صاحبي ناري يتحاموا عليك سكواد فهمتي اي فركتوك ولكن حنا ماشي دجاج فهمتي حنا ما كنتكعكعوش ايا نعس صانيا طلق طلق ديمتري عاود طلق لي عاد طلقو حشومه حشومه ما طلقوش طالع لي فوق الدار وما عرفش شنو راه باش طالع اصاحبي 43 في الراس هاد الانفر هذا ودي فو ديالو فيه ناقص المعده طلع عنده ولا لعب تبا لهذا اللعب الكلاوي ضربه والله الا ضربه يا غادي نحاول بشرافه بلاتي واو ليه شوف ربعه اي عاد بلا شطرنج لا منين جا هذا صاحبي منين خرج هذا المصيبه رب ارحمني بقى عجل بامري عجل بامري عشان خلاص ها الى باط واش دخل في الثلج وخرج ولا كيف هذا البلان وهنا غادي نكون وصلنا لنهايه الفيديو ما تنساوش تقولوا لي في التعليقات واش عجبتكم هذه الفكره ولا لا وما تنساش لايك سبسكرايب ونتلاقاو في الفيديو الجاي